تقع بلدية غاتي المعروفة بالسياحة في أقصى الجنوب الغربي لليبيا، فبعد استحداث البلديات الجديدة أصبحت بلدية تهالا تحدها من الشمال، وبلدية البركت من الجنوب، وسلسلة أكاكوس شرقاً وجبال تاسيلي غرباً حتى الحدود الجزائرية، وتنقسم إلى محلات غاتي المركز وكلال وجان والفيويد. تربطها شبكة طرق أنشئت في أواخر الثمانينات لم تشهد أي صيانة فعلية منذ إنشائها، الأمر الذي أدى إلى انتهاء عمرها الافتراضي وتهالكها سواء الداخلية أو الرابطة بين البلديات. الطرق المتهالكة اللي ضررها واضح على المواطن وعلى مركبة المواطن. طبعا احنا من لما وعينا لقينا الطريق شبه متهالكة، مع مرور السنين زادت تهالك الطريق من غير صيانات، من غير أي مواضيع جديدة لهالطرق هذه. فمما اضطر بعض الشباب أنه في بعض الأحيان يستخدموا في طرق بدائية جدا لسد التشققات وسد الحفر اللي ضرت بمركباتهم. على سبيل المثال اللي يجيبوا في شوية من الطين أو من التراب ويخلطوها بالزيت المحروق باش يسدوا الحفر هذه. وفي بعض الأحيان في حملة قام بها مجلس الشباب في فترة من الفترات تحصلوا على كمية من الأسفلت البارد وقاموا بسد الحفر هذه، لكن ما زال يعني مهما كان الحلول المؤقتة هذه ما تأديش الغرض المطلوب منها. فاحنا كشباب نوصوا ونطالبوا ان المواصلات والله البلدية والله اي جهة تقدر ان تساهم في صيانة هالطرق هذه بالله تقدم يد العون، لان يراه المواطن اصبح يعاني في 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 مشاكل وويلات من هالطرق هذه، والمركبات متاعهم ديما في أضرار. بالنسبة للطرق في غات، طرق متهالكة تماما، يعني بالنسبة للطرق يعني منتهية تماما، وتبي بالصيانة، تبي إعادة تصليح الطرق، ويعني الأفضل يعني معناها. وتسببت يعني الطرق المتهالكة هذه سببت في حوادث، يعني في ناس، هو أجل عند ربي، يعني في ناس توفت من الطرق المتهالكة. فنحن احنا نطالب من الدولة ان معناها ان تصلح الطرق الجنوب ويكون في طرق كويسة، والناس حتى تتريح يعني بالنسبة للبرنامج الطرق. السكان يشتكون من الأضرار المترتبة على هذا التهالك وانتشار الحفر الذي تسبب في حالات عديدة من الوفيات أو إعاقات جراء الحوادث الناجمة منها. وكما تسببت السيول التي شهدتها المدينة في عام 2019 إلى تعميق الأضرار وانجراف بعضها كلياً. في سنوات احنا هنا في غات، أهالي غات طبعا دفعنا ارواح، يعني توفوا مجموعه من اهالي القاصده طبعا، وباري جراء عمليات ولاده وكذا ادى الى يعني وفيات كثيره يعني. فنامل كل الامل ان من الحكومه ان تنظر للجنوب بعين الاعتبار، بالذات ان الطريق يعني للاسف يعني معاش انا على الصعيد الشخصي ما نقولش ان هي طريق. فنأمل كل الأمل أن الحكومة تنظر بعين تأخذ بعين الاعتبار وتحاول أن أقل حاجة يضبطوا الطريق هذه، أقل ما فيها أن باش تسهل صعوبة سهولة التنقل، باش يكون في سهولة التنقل من أوباري والعكس إلى غات أو العكس. أنت كيف تشوف الطرق داخل غات نفسها؟ نفسها حتى الطريق الآن أصبحت بين الطريق داخل الفرعية اللي داخل غات حتى هي أصبحت متهالكة. وأثر السيول 2019 لما جت السيول في طريق انها ما عاش اصبح الطريق مشت كلها انكسرت بين غات والبركت، والبركت يسين حتى هي طريق نتاعها متهالكه للاسف، يعني ما تطلقش انها حد يقدر يقول لنا عليها طريق، بالذات الطريق يقصدها الماره يعني اللي يمشوا ليسين، والعكس واللي نازل من يسين جاي البركت، والبركت اللي جاي لغات، كلها طريق اصبحت متهالكه ومتكسره وتبي يعني تبي قياده، يعني ضروري تكون انك انت مركز باش تسوق باش توصل طيب يعني وبالسلامه. والله بالنسبه لطرق متهالكه تماما والله في بلديه غات وبلديه المجاوره بلديه البركت، طرق يعني لا توجد صيانة، يعني صلاحيتها منذ ما قارب فوق من 30 عام يعني.
طريق بركة الآن طريق حيوي، يعني هناك جامعة، طلبة يوميا يذهبون إلى المدارس جامعات، ولكن طرق متهالكة. يعني أتمنى من وزارة المواصلات اهتمام بطرق داخل بلدية غات، يعني لا سيما البلديات الأخرى، بالذات هناك طريق رئيسي ما بين أوباري وغات، وحتى هي طريق الموت يسمونها. وأتمنى أن يتم تخصيص مبلغ صيانة لشركة الكونيكوس الإيطالية موجودة في بلدية غات، وخدمة مطار غات، مهبط الرنوي مطار غات الدولي بأحسن مواصفات. وأتمنى حتى يستغلوا شركة الكونيكوس في صيانة الطرق الفرعية داخل البلدية في أقرب وقت بإذن الله. فبالرغم من محاولات الشباب الأهلية لترميم الحفر بطرق بدائية بين فترة وأخرى، إلا أن الأضرار تعود لسابق عهدها في فترة وجيزة، وسط مطالب متكررة لصيانتها من قبل البلدية والحكومة إسوة بباقي المدن في الشمال على حد وصفهم. حفر والطرق والحفر اللي موجودة في الطريق المعبد اللي في غات واللي في البركة، هذه زادت هذه الحفر من أيام السيل اللي هو في 2019، زادت تهالكت أكثر وأكثر. قليل ما تلقى سيارة ماشية في الطريق العام بطريقة صحيحة، كل واحد يتهرب من الحفر هذه، حتى سببت الحوادث، اللي في بعض الحوادث وفي بعض السيارات تهالكت وخشت في الصبات اللي موجودة في الطريق، بسبب أن المواطن يبي يهرب عن 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 الكسرة اللي موجودة والحفرة اللي موجودة، باش ما ينكسرش مسطورة متاعه، باش ما تهالكش السيارة متاعه. كل هذا صراحة سواء البلدية والله الناس اللي هي مسؤولة في غات لازم تنظر ليه، تنظر ليه الحاجات هذه، تعالجها علاج مؤقت اللي يديروا فيه الشباب والشباب النشطاء، هذا غير مؤقت، يعني فترة معينة وترجع الحفرة كيف ما كانت. لكن تبي حاجة ميزانية وجهات المسؤولة تعبر هذه الطريق. في مناطق احنا نشحوا في التلفزيون ونشحوا في مناطق ما شاء الله الطريق جديدة، يعني في طرابلس الطريق جديدة، في كل كان في شوارع عدت فيها طرق جديدة، وين احنا من هالكلام من المسؤولين متاعنا، وين منهم من هالكلام هذا؟ الميزانيات تنزل عليهم ان يتكلموا في هالامور زي هذه. وانا بالنسبة لنا احنا في تنجراب حالة لا تطاق من ناحية الطريق. عديد الدراسات أجريت حول هذه الطرق وما ترتب عليها من أضرار من قبل فنيين وخبراء، حيث أوصوا بضرورة تجديدها وإزالة المتهالك منها نهائياً حفاظاً على الأرواح والمركبات. هي طرق أساساً العمر التفاضي منتهي، تعاني من شقات طولية عرضية، حفر، أضرار بالغة. السيول اللي جت في الأخير هذه أدت إلى انجراف تام في بعض المناطق للطريق، يعني زال الطبقات بالكامل، يعني مما يؤدي على خطر بالغ على الناس اللي يستعمل في هذه الطرق هذه. وإحنا بدورنا كمختصين نوصي بالصيانة العاجلة لهذه الطرق هذه، لأن هذه المشاكل اللي موجودة في الطريق هذه قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح، حوادث، في الناس في غنى عنها. يعني أقدر الله هذه لا يستطيع حد يوقفها، لكن ما تساهم أنت كإنسان فيها منك تشحف الأضرار هي موجودة حفر وكذا وما تجري لهاش أي صيانة، باش أنك أنت تتفادى الحوادث هذه اللي قد تنتج من هذه المشاكل اللي موجودة في الطرق هذه. بدوره يتلقى بلدي غات الشكاوى من المواطنين حول هذه الطرق المتهالكة وجعلها من أولوياته، حيث أعلن الأخير عن موافقة الحكومة على 37 كيلومتر جديدة من الطرق بين صيانة وإنشاء مسارات جديدة ورصف، إلا أنها لم تباشر على أرض الواقع بعد. أنشئت هذه الطرق حوالي سنة 1987، مرت عليها 3 عقود بدون صيانات، بدون أي عمليات تطوير أو تحسين. طبعا تهالكت الطرق وسببت مجموعة حوادث
فقدنا فيها أرواح. طبعا بلدية غات خاطبت في فترات سابقة معظم الحكومات في سبيل تحسين الطرق وصيانتها ورصف بعض الأماكن الحيوية. طبعا تعرضنا في سنة 2019 لسيول أدت إلى غرق ثلثين مدينة غات. تهالكة الطرق كثيرة بسبب هذه السيول وانحسار المياه وجريانها. وطبعا قامت بلدية غات بعملية دراسة الطرق من حيث إنشاء وصيانة الطرق المتهالكة خصوصا. قام مكتب الهندسة مكتب المشروعات بالبلدية بإعادة دراسة أولوية القصوى للطرق التي يجب صيانتها وإنشاء بعض الطرق الفرعية الحيوية في بلدية غات. طبعا وافقت حكومة الوحدة الوطنية في إعادة رصف أو صيانة مجموعة من الطرق الفرعية داخل البلدية. طبعا يصل إجمالي إلى 37 كيلومتر. طبعا تم تفريع هذه الطرق إلى مجموعة نقاط مثلا من مديرية جمرك غات إلى حي التنوية حدود 1700 متر، وكذلك طريق يبدأ من مفترق جامع الرحمة إلى حي التنوية حدود 1500 متر، والطريق الرئيسي من بداية مدخل غات عند بداية حدود بلدية البركت، وكذلك في حي العروبة ديجان رصف طريق يبدأ من الساحة من مدرسة الحرية إلى داخل حي ديجان، وكذلك في فيوت من طريق أطرام يبدأ من محلة فيوت إلى الشركة الصينية، وكذلك مجموعة طرق لا زلنا في دراسة في إنشاء طرق أخرى في أماكن حيوية. طبعا تمت موافقة على رصف معظم الطرق الفرعية في بلدية غات. طبعا بلدية غات ما تتمتع بمساحات شاسعة. الفترة القادمة إن شاء الله نحن في صدد محاولات رصف أحياء الداخلية وكذلك المناطق والمحلات المجاورة. طبعا نزيد نؤكد أن وزارة المواصلات وافقت على صيانة هذه الطرق، ونتمنى يكون تعاقد مع شركات قادرة في المجال هذا، ويكون في أسرع وقت حتى نتمكن من تقديم أكثر خدمة للمواطن. تطمح غات لعودة أنشطتها الاقتصادية من جديد، وتعول على عملية صيانة وإنشاء الطرق وتجدد نداءاتها لحكومة الوحدة الوطنية لتفعيل عقد صيانة طريق غات أوباري أيضا الذي يعتبر شريان الحياة بعد مطار المدينة.